ماسكات بقى للحفاظ على نضاره البشره، تمام. ماسكات سريعه بقى كده. اوكي، زي ما قلنا الزبادي ده حاجه رائعه، لان الزبادي فيه حاجه اسمها لاكتيك اسيد. لاكتيك ايوه اسيد بيعمل تقشير اصلا، فبالوقت بيفتح البشره، فهو رائع. الزبادي. اللبن، سمعت ان في لا باسكات خلينا في الحليب الزبادي. بيتحط على البشره. ما هو الزبادي كفايه يعني، هو الزبادي هيقوم يعني هيقوم بدور اللبن خلاص يعني. ممكن زيت الزيتون، خميره للبشره الدهنيه الحلوه. الخميره. ممكن خميره لو بشره دهنيه، خميره مع شويه ملح، مع شويه ليمون، يعني حاجه بسيطه يعني. مش احنا مش عايزين برضو يعني، لان في ناس اوريدي بيبقى عندها حساسيه من الليمون. انا مش عايزه حاجه تضر البشره، انا عايزه حاجه بنسب بسيطه خالص بحيث انها تغذي ما تضرش. البشره الجافه او العاديه ممكن استخدم لها نفس الماسك بس من غير الليمونه بقى، يعني احط زيت زيتون بدل الليمون. الماسك ده لو مشينا عليه شويه هيبقى زي الفل مع الزبادي.